la 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 la. شو 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 جئناكم اليوم ندعوكم في جماعتنا نمرح نلهو نتسلى فهيا تعالوا ضموا لنا فالوقت يطيب ويحلو معكم أنتم أحبتنا. هو هو عمو يا زيد شو هو هو عمو يا زيد شو هو هو عمو يا زيد شو 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 شو, شو. معليش تعالي تعالي وشك لابسه وش هو هذا المنديل المنديل تعمل المنديل تعالي بنتي المنديل تعمل الكشافه الكشافه شكون اللي يقدر يقول لي من هو مؤسس الكشافه الاسلاميه الجزائريه مش اللي لابس المناديل هذوك يعرفوا كامل تعرفوا شكون اللي يعرف واسمك تعالي بنتي واسمك واسمك؟ هيبة هيبة شحال في عمرك؟ 12 سنة 12 سنة شكون مؤسس الكشافة الجزائرية الإسلامية؟ بوراسن واسمو؟ بوراسن بوراسن لا 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 مشي بوراسن دقيقة 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 واسمك بنتي؟ إكرام إكرام خلو إكرام تهدر ايوه شفتو كان احتفت بالجواب خير اكرام اسمه محمد بوراس محمد بوراس واش من عام مات محمد بوراس باليش ما على بالك صح انا الهديه راح نمدها كي يقولي وقتاش مات محمد بوراس يلا هيا واش من سنه واش من سنه مات مؤسس الكشافه الاسلاميه الجزائريه 1981 لا 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 مات أي سنة توفي صحة نصعب لكم شوية أي يوم ما عندهاش بزاف ما عندهاش بزاف ملي احتفلنا باليوم الوطني للكشافة الإسلامية الجزائرية شكون اللي يعرف واسمك وليدي أيمن أيمن واش من نهار 1943 لا 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 واش من شهر؟ واش من شهر؟ 1790 قديمة هذه لا لا ماشي قديمة هكذا انتم تعرفوا على بالي لا لا اللي عندهم المناديل ما يجاوبوش 1941 برافو 41 تعالي بنتي تعالي طلعوها شكون يقدر يقول لي أي يوم أي يوم الحد بالحد ها؟ شكون اللي قالها لك؟ لا لا اللي راهم هنا على بالي بلي فوج مشعل الكشاف شاطرين ثلاثة كيفاش؟ ثلاثة بنهار ثلاثة بالخميس بالخميس أي يوم أي تاريخ؟ 3 بالأربعة بون معليش ورا هي الشاطره اللي جاوبت شكون الشاطره تعالي عطوني الهديه تاعها يوم اذا بنتي ذكريهم باسمك دعاء دعاء في سنه الخامسه تدرسي في سنه خمسة اي سنه توفى محمد بوراس ربي يرحمه 1941 برافو اذا بنتي تعالي 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 هنا قبليهم ذكريهم باسمك بنتي دعاء دعاء إذن دعاء قلت لكم السنة اللي توفى فيها محمد بوراس مؤسس الكشافة الجزائرية هي 1941 إذن راعي البرنامج يهديك هذه الهدية المتواضعة بنتي إن شاء الله تستفادي بها بالتوفيق بنتي واش من تاريخ عفوا بنتي عفوا واش من تاريخ كنا 23 ماي لا لا مشي 23 ماي 27 ماي 27 ماي تعالي 27 تعالي إذن يوم 27 ماي هي ذكرى وفاة هي ذكرى وفاة الشهيد محمد بوراس 1941 مؤسس الكشافة الإسلامية الجزائرية اعطيني الهدية تاعها اعطيني الهدية تاعها إذا فوج مشعل الكشاف اللي راه معنا تعالي تعالي بنتي روحي
هادو فوج مشعل الكشاف. وين الفوج هذا؟ وين تأسس؟ أي مدينة؟ برج كيفان. في مدينة برج الكيفان. كنت استضفتكم معايا في الحصة، حصة مع عمو يزيد، وكنتوا شاطرين. هذا فوج مشعل الكشاف في مدينة برج الكيفان، نحبهم أنا بزاف. علاش؟ لأنهم شاطرين، وفي كل مرة نقول لهم بلي عندنا حفل للطفولة ولا أي عمل خيري للطفولة، ما يتردوش يجيوا يتسابقوا باش يحضروا معنا ويفرحوكم يا أطفال. يا أخي إذا تصفيقة على فوج مش على الكشاف في برج الكيفان. أعطيني الهدية تاع الشاطرة هذه. واسمك بنتي؟ بايا. بايا شحال في عمرك؟ 10 سنين. شاطرة في القراية. الله يبارك الله يبارك. إذن بنتي تفضلي، راعي البرنامج وراعي هذا الحفل، رامي يهدي لك هذه الهدية إن شاء الله تستفادي بها. وقعدي شاطرة هكذا يا أخي. برافو بنتي، برافو برافو. إذن ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي. ويلتي يا ويلتي إذن ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي. يلا كامل تغنوا معايا. ويلتي يا ويلتي. شفيت عليكم، انا روحي تغنيها معنا. روحي روحي. هذه اللي المره اللي فاتت حفظت الاغنيه تاع ويلتي، وكي عمو يزيد ما شافهاش قعدت تبكي. اليوم ما تبكي يا شيخي. اذا ويلتي ويلتي لم اقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي باشد العقاب. وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام. قبل بدء الدرس قالت أروني واجبكم، وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. ضيعت وقتي سودا باللعب مع رفاقي، نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزق. ضيعت وقتي سودا باللعب مع رفاقي، نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزق. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. بدأت معلمتي تجول عبر الصفوف تراقب واجب كل تلميذ، وحين وصولها عندي قالت أريني واجبك، فلم أتمالك نفسي وشرعت بالبكاء وقلت لا كلا لم أقم به. صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. كلا لم أقم به، صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. We'll be right back.
بواجبي وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي من اليوم فصعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. برافو 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 برافو. إذن يا أطفال من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي شكون يقول لي مجتهدا لأفرح أمي و... لأفرح أمي وأبي. إذن يا أطفال المثابرة والجد يا أخي واش لإفرح والدي. برافو باش والدينا يفرحوا لأنها أجمل هدية تقدر تقدمها للوالدين تاعك هي النجاح النجاح ثم النجاح. والديكم حابينكم تنجحوا يا أطفال يا أخي. Oh, 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 oh
فرح ارواحي هاي لك فرح غني لهم ساعدني حق بالميكرو ساعدني 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 واحتاج لك اعدني واعيني كن جنبي واجنب لك ساعدني ارجوك سواء الله في الله اخوك معناها الاخاء برافو اذا كامل ساعدني ساعدني محتاج لك ساعدني 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 محتاج لك انقذني واعني كن جنبي وانا جنب لك ساعدني 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 محتاج لك انقذني واعني كن جنبي وانا جنب لك ساعدني أرجوك سراء ضراء في الله أخوك معناه الإخاء ساعدني أرجوك سراء ضراء في الله أخوك معناه الإخاء ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي ولا جنب لك إنني شيخ أتعبني حملي ساعدني عليه أوصله لأهلي إنني شيخ
أتعبني حملي ساعدني عليه أوصله لأهلي ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك إنني أعمى لا أرى طريقي أوصلني أرجوك لأرجاء السوق إنني أعمى لا أرى طريقي أوصلني أرجوك لأرجاء السوق ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك إنني معاق قاطيع سيري كل يا معينا كم تلقى من خيري إنني معاق قاطيع سيري كل يا معينا كم تلقى من خيري ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي ولا جنب لك في شهر التوبة والغفران ساعدني ساعدني محتاج لك لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مامو يزيد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مامو يزيد إذن لا تحزنوا حان الوداع كامل يلا تغنوا كامل معايا لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود في موعد جديد مع عمو يزيد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد نعودوها حفظتوها خلاص يلا نعودوها لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء يلا نعودها المرة الثانية تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود في موعد جديد مع عمو يزيد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد يلا نعودها مرة أخيرة يلا ستغنوا كامل يلا لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد
ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد.